برحب بحضراتكم من جديد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفل امبارح مع العمال في عيدهم من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان، وشارك في افتتاح عدد من المشروعات الجديده في قطاع الصناعه. ووجه الرئيس السيسي بسرعه الانتهاء من مناقشه مشروع قانون العمل تمهيدا لاصداره وزياده قيمه الحد الادنى للاعلانات اللي بيصرفها صندوق الطوارئ للعمال. امبارح كمان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من ملفات عمل وزاره الماليه، ووجه رئيس الوزراء ببدء حوار مجتمعي على مقترح وثيقه السياسات الضريبيه تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة لفتح نقاش شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفل مع العمال في عيدهم من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان، وشارك في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في قطاع الصناعة، كما شهد الرئيس عبر الفيديو كونفرنس بعض المشروعات الصناعية اللي دعمتها مبادرة ابدأ، ومنهم مصنع لإنتاج محركات بنزين وسائل النقل الخفيف لإنتاج أول محرك مصري. وامبارح وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بزيادة مخصصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال ل 1500 جنيه، ووجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيداً لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات اللي بيصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بمجمع هاير الصناعي للبيئة بمدينة الروبيكي في العاشر من رمضان، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق اللي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات لا سيما الصناعة. امبارح بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان اللي وفته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها العمل والجهد المخلص لبلاده. وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه للإمارات قيادة وشعبا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات الشقيق ويديم عليهم الأمن والاستقرار والرخاء. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من ملفات عمل وزارة المالية، ووجه رئيس الوزراء ببدء حوار مجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وأكد وزير المالية أنه هتم مخاطبة مسؤولي الحوار الوطني والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم حتى يتسنى تلقي جميع الردود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيداً لفتح نقاش شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول للصيغة النهائية للوثيقة. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والبترول والغاز والطاقة النووية والحديد والصلب والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق واستيراد المنتجات الزراعية المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة إلى جانب الاستثمارات الحالية، داعياً الشركات لعرض خططهم للعمل في مصر، مؤكداً استعداده في الوقت نفسه للاستماع لأي صعوبات قد تواجه هذه الشركات والعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعاً كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عاد إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال متين غوراق
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، واللي استمرت لعدة أيام. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية مع استعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وتركيا. وعقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، تناولت علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين، مع توافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها. وأكد الجانبين على تطلعهم لزيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع آخر أخبار المحافظات. في الشرقية تم إلقاء مليون ذريعة سمك لدعم الصيادين. في الغربية تم رصف شارع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. كمان في اسكندرية تم الكشف على 1540 مريض في قافلة طبية مجانية. وفي المنيا الشوان والصوامع استقبلت 78 ألف طن من محصول القمح. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية تم إنزال مليون ذريعة أسماك ما بين 500 ألف بلطي نيلي و500 ألف سمك مبروك تم استزراعها بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابع لرئاسة الوزراء في منطقتي بحر فأوس وبحر أبو الأخضر بالمحافظة. وده لتوفير الأسماك بكميات كبيرة ودعماً لمهنة الصيد وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة على المهنة. فأسيوط أعلنت المحافظة عن تنظيم 8 قوافل طبية خلال شهر مايو الجاري بقرى مراكز الفتح والقوصية وأسيوط وصدفة والبداري وأبو تيج لتقديم العديد من الخدمات الطبية وتوفير العلاج بالمجان. في الغربية بتشهد المحافظة رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثاني المحلة الكبرى، بداية من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة بطول 3 كيلو و 400 متر، وده ضمن خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إطفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 والضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل. في الإسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية مجانية بقرية عبد الباسط عبد الصمد على مدار يومين بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، واللي بتبعد 27 كيلومتر عن أقرب مستشفى برج العرب المركزي، وده في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1540 مريض من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. في المنيا أعلنت المحافظة أن شوان وصوامع المحافظة استقبلت 78,989 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وده من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة وسط الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي. في البحر الأحمر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن حاجتها للتعاقد على بعض الوظائف المختلفة، وهي وظيفة محاسب وسائق درجة أولى ووظيفة محصل بنظام العمولة. وأكدت الشركة أنه على المتقدمين استكمال نموذج شغل الوظيفة المعد فقط على الموقع الإلكتروني خلال 10 أيام بدءاً من تاريخ الإعلان. في الإسماعيلية أكدت إدارة الرعاية الأساسية أن مبادرة 100 مليون صحة قدمت خدماتها لحوالي 7500 مواطن بمركز مدينة القصاصين، وده من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بفحص 4561 مواطن و2912 سيدة بمبادرة صحة المرأة خلال شهر إبريل الجاري.